أين اليوم هنا في ملعب شهداء ابننا في تراقب وتناظر هذا اللقاء في هذا اليوم الأحد الموافق 24 من أكتوبر، والعين القادمة هناك يوم الجمعة في ملعب رادس وسط الميدان غازي العيادي، ربيع الشادي، عبد العاطي العباسي، وفي الهجوم كارع على اليمين، عمر بالحاج على اليسار، وفي قلب الهجوم جهاد شادلون. هذه التشكيلة الأساسية والاحتياطية لفريق الاتحاد بقيادة المدرب الإيطالي سانينو. يدخل اليوم عينه على الانتصار ووضع قدمه في دور المجموعات من أمام خصم عنيد غوري أفريقيا المكشخة الترجي الرياضي التونسي. فلمن سيكون الانتصار اليوم؟ هل الترجي بالقمصان الزرقاء الاحتياطية أم الاتحاد بالقمصان الحمراء الاحتياطية الرسمية؟ كرة وسط الميدان، أولى دقائق المباراة، الاتحاد والترجي، الترجي والاتحاد. سجل الاتحاد أحمد السوي وفي الإياب تعادل بهدفين لهدفين أمامنا دكة بدلاء فريق الاتحاد. في وديا سنة 2009 في تونس فاز الترجي بثلاث أهداف، ولعب وديا أيضا في ملعب الشادي سويتا بتونس سنة 2015. متوسط الميدان ربيع الشادي، ربيع والخط الاتحاد، عمر بالحاج العرضية والحارس طلال كابتن الفريق يحولها لي المهدي الهوني. الاتحاد مازال يضغط، الاتحاد مازال يهاجم، الاتحاد يريد هدف. ترجع قادر بدران يمر من امام يوسف كارا، عبد القادر لرشاد، العرفه يا المهدي الهوني، الهوني ورشاد ما زالت الكره ماطيه خارج ارضيه الميدان للرميه الجانبيه على تنفيذ المهدي الهوني. المهدي ليوسف كارا، يوسف وسط الميدان يقطعها، ترجع لرشاد يبحث عن المسانده، يمر بشكل رائع، يمرر على الجهه اليسرى والجهه اليمنى عن طريق عمر بالحاج. واحد اثنين طالت يا عمر. 27 دقيقه لعب في زمن هذا الشوط الأول بين الاتحاد والترجي هنا على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي. فهل سيفك العقدة فريق الاتحاد أمام الترجي ويترشح لدور المجموعات؟ يمشي ربيع الشادي خطيرة، ممكن التسديد لك هناك في ملعب رادس. أمامنا يوسف كارا وجهاد شدلون قايدي هجوم فريق الاتحاد في هذا اللقاء، والكرة والكرة سلامات بين أيدي حارس المرمى معاذ اللافي. شقة أو بديربي مغاربي في أحسن وأفضل بين بطل ليبيا فريق الاتحاد وبطل تونس الترجي الرياضي التونسي في المواجهة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي. نتمنى تسير التسعين دقيقة في كنف الروح الرياضية الكاملة. أمامنا يوسف كارا، نتمنى سلامات لنادي الترجي الرياضي التونسي. بطاقة صفراء يخرجها حكم اللقاء على متوسط الميدان غيلان الشعلاني، إتر تدخله الأخير من أمام يوسف كارا. المباراة تسير أو الشوط الأول يسير إلى التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي في هذه اللحظات. ترجع الكرة، عبد القادر بدران يبحث عن نسيم بن خليفة، العرضية تصل لنسيم أقرب للنيجيري، حدارم الكرة الخطيرة، حدارم الكرة، التسديدة والحارس، التسديدة وحارس المرمى معاذ اللافي. معاذ اللافي يبعد كرة الشوط الأول، فاضة للكتيبة الاتحادية بقيادة الإيطالي جوسيبي سانينو. هل سنرى يوسف كارا؟ هل سنرى طلال فرحات؟ هل سنرى الهدف او الاهداف؟ الكوري عمر بالحاج، يمشي عمر، زاد في السرعه، حولها لمن عمر، يمشي جهاد، خطيره، ممكن العرضيه، واحده واثنين، الكوره، التمريره، ممكن التسديد، اختار التمرير على التسديد جهاد، اختاره عبد العزيز الصويعي في اللقطه الماضيه. حركة الترشح مبكرا ولو من ملعب شهداء بنينا، لان الجمعه القادمه سيلاقي الترجي هناك في الملعب الصعب ملعب رادس. الاتحاد عليه حسم الأمور هنا اليوم وفي بنينا. ترجع الكرة عن طريق من؟ يوسف كارا، يمرر ربيع الشادي، الهجوم مازال، يمشي ربيع، يمرر الشادي ولكن يخسرها، يضغط الدفاع، ترجع مازالت الشعلالي طويلة بالراس، أقرب، برافو ناجي درا، برافو ناجي، عمر بالحاج يمر بشكل رائع، رشاد واحدة واثنين أمام ناجي درا، ناجي والكرة والحارس، برافو معاذ، سهلة لحارس المرمى معاذ اللافي في اللقطة الأخيرة. عبد العزيز السويعي، عبد العزيز لعمر بالحاج، عمر اللي مشكل خطورة في فريق الاتحاد، عمر بالحاج اللي مشكل خطورة على رشاد العرفاوي، يمشي بالحاج، مازال بالحاج، واحدة واثنين، خطيرة الكرة، يمشي حداري، حداري من هذا المهاجم، حداري من النجيري، التمريرة العرضية خطيرة، التسديدة والدفاع، برافو برافو السويعي في أكثر من لقطة وأكثر من كرة، وأتي التسديدة والقائم، القائم قال لا وجاء مع الاتحاد. لو مرت التسديدة من محمد علي
الرمضان، لكن المدافع السويعي يتصدى بكل براعة، يقابلها الشعلال يسدد والكرة تصطدم بالقائم الأيمن على مرمى الحارس معاد اللافي أمام عمر بالحاج المعتصم الصبو على تنفيذ الركلة الركنية محمد أمير. عم يخرج طلال فرحات، طلال فرحات يخرج ويستلم شارة القيادة المعتصم الصبو من عبد القادر بدران لرشاد السريع، رشاد القلق يمشي، رشاد العرفاوي هذا خطير، رشاد هذا خطير، رشاد هذا خطير، رشاد مرت سلامات، تمر السلامات من امام حارس المرمى معاد اللافي، سريعة اللاعب يتحرك كثيرا، العرفاوي يتحرك كثيرا، هو الاتحاد، هذه كرة يوسف كارا، هذه كرة يوسف كارا والعرضية، وهذه كرة ايولا والبينية، ولكن التدخل من يونات الهوني، هذه لقطات من الشوط الأول، وهذا غازل عيادي، وهذه كرة جهاد شدلون، هجمات كانت أكثر وفرص كانت أكثر وبناء هجمات كانت أكثر في الشوط الأول أكثر بكثير من الشوط الثاني. الاتحاد هل سيحسم ورقة الترشح؟ نادي الاتحاد اسم على مسمى، فاتخذ من اسمه شعارا ورمزا له، فحقق ما يريد من بطولات على المستوى المحلي، النادي الذي حقق أول بطولتين للدوري على التوالي في فترة سموها فترة أبو جراد وبيزان، وكان لا يعلو صوتا في ذلك الوقت إلا صوت الاتحاد، وفي فترة الألفية حقق 6 ألقاب، وفي فترة الألفية الاتحاد حقق، وهذا الشوط الثاني محمد أمين، محمد أمين الرصية والكرة، والكرة مرت سلامات، مرت سلامات لتاني مرة. تأسس عام 1919 31 لقب الدوري التونسي، 15 لقب كاس تونس، 5 ألقاب على المستوى السوبر التونسي، هيمنة وسيطرة على الدوري التونسي في آخر 5 سنوات، فكانت له الكلمة هناك. أكثر فريق تونسي توج بالدوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات، وهذه الكرة ولا اللي مرت سلامات على حارس المرمى معاد اللافي.